الأمن والسلامة. عند ركوب السيارة أو الطائرة أو الحافلة يجب علينا أن نربط حزام الأمان، فهو يحميني من الحوادث الخطرة. انصح على من يقود السيارة بأن لا يلتهي بالهاتف، لأن ذلك قد يسبب الحوادث في الطريق. يجب أن يجلس الصغار في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان، والأطفال دون السادسة من أعمارهم لهم مقاعد خاصة توضع في المقاعد الخلفية. عدم إزعاج من يقود الحافلة لكي لا يتسبب بالحوادث في الطريق.